ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ نعمل مع بعض بطريقه سهله جدا جدا وهتطلع حلوه في الاخر. طماطم، اللي عايز دلوقتي يعمل عصير طماطم يجيله في الفريزر عشان يخزنها. هنشوف مع بعض طريقه حلوه وهتطلع حلوه جدا في الاخر. معانا الكميه بقى طبعا اللي انتوا عايزين تخزنوها حسب انتوا حابين تخزنوا قد ايه. ومعانا سكر وملح. على كل كيلو طماطم معلقة سكر صغيرة ونص معلقة ملح. يعني مثلا انا عاملة 5 كيلو، هحط خمس معالق سكر صغيرة ونص معلقة ملح على كل كيلو. تمام، هنقطعها بقى ونيجي على البوتاجاز. بعد ما قطعتها وحطيتها في الحلة، هولع بقى عليها وهنقعد نقلب فيها لغاية ما تنزل ميتها، وبعد كده نحط الملح والسكر. مش هينفع نحطه دلوقتي علشان بس ايه، ما يكرملش ويغمق. دلوقتي هي بدأت تنزل ميتها، وبصوا يعني انا بحاول اوضح اهي، مش عارفه باينه كويس ولا لا عشان هي كتيره والكاميرا وكده. بصوا هي فيها اهي ميه كده حلوه. هنزل لها بقى الملح والسكر. والسكر ده ايه اهميته؟ ان هو بيديها، بصوا يعني هو بيبقى مادة حمضة طبيعية، وكمان لما يكرمل يغمق لها لونها كده ويخليها لونها حلو. هنقعد نقلب بقى. بصوا يا جماعة كده سبتها شوية على النار وقعدت اقلب فيها، يعني مثلا نقوله حوالي 10 دقايق كده استوت، بقت زي الفل. بصوا جميلة جدا. هنطفي عليها بقى ونسيبها تهدى شوية، وبعد كده ناخدها على الخلاط نضربها. هي دوب سبتها بس هي دقيقة تهدى، وبعدين خدتها على الخلاط على طول. بصوا يا جماعة لونها تحفة. عملت اول شوية، بصوا يعني انا خلاص كده ضربتها صفيتها، فاضل لي بس شوية صغيرين هصفيهم معاكم اهو. ولو حد مش حابب ان هو يصفيها عادي اهي. بصوا حلوة ازاي هي حتى من غير ما تتصفى. بصوا شكلها حلو جدا، الشكل والريحة تحفة، عاملة زي اللي بنجيبها في البطاطس من بره، زيت بيوري حلوة جدا. بصوا بصوا ريحتها حلوة قوي ولونها جميل. بصوا يا جماعة انا كده عملت ال6 كيلو كلهم. بصوا شكلها تحفة وصفيتها. بصوا ما فيهاش حتى بذرية واحدة. ودي ده كل اللي اتبقى من اسمه ايه اللي عصرته من ال6 كيلو، ما طلعش منها غير يا دوب الحبه دولت، حبه صغيرين جدا، وهو دوب البذر حتى ما فيهاش قشر كتير. انا اصلا وانا بحطها على النار هي كانت بيطلع منها القشر بتاعها، كنت باخده ارميه. بصوا ده بامانه اللي طلع من ال6 كيلو كلهم. لكن لو كنا عملنا بقى بالطريقه العاديه دي اللي هي نقعد نعصر ال6 كيلو كده لوحدهم شويه شويه، كنا نعملها كتير، هتاخد وقت، هنعملها على كذا خلاط. لكن دي يا دوب جت على خلاطين اتنين بس. بصوا في الاخر حلوه ازاي، ما فيهاش حتى بذريه واحده ولا قشر. بصوا حلوه جدا، وجربوها بالطريقه دي هتعجبكم. هتشيلوها في الفريزر، ممكن في كيس او يا تعبوها في كيس، يا اما في برطمان فاضي عندك زي ما تحبي. بصوا هي حلوه جدا. بصوا ده برطمان اهو قديم كان عندي فلتو. بصوا ريكو بس شكلها كأنها جاية من بره بالظبط. بصوا ادي شكله حلوة ولونها حلو جدا. جربوها وقولولي رأيكم. اشوفكم في حلقة جديدة. باي باي.